في عام 1879 تزوجت مبروكة خفاجي، فلاحة مصرية بسيطة من إحدى قرى محافظة كفر الشيخ. تزوجت بإبراهيم عطا، فلاح كان يعمل بالأجرة، وبسبب ضيق الحال طلقها رغم إنها كانت حامل في الشهور الأخيرة. انتقلت مبروكة خفاجي مع والدتها وأخوها إلى محافظة اسكندرية، وهناك أنجبت ابنها علي إبراهيم عطا، وقررت أن تفعل كل ما بوسعها لتربيته وتعليمه على أحسن وجه. عملت مبروكة خفاجي بائعة جبن في شوارع اسكندرية، وأدخلت ابنها علي مدرسة راس التين الأميرية. بعد حصول علي إبراهيم عطا على الشهادة الابتدائية من مدرسة راس التين الأميرية، ذهب والده ليأخذه ويوظفه بالشهادة الابتدائية، لكن مبروكة كان حلمها أكبر بكتير، فقامت بتهريبه من سطح بيتها إلى سطح البيت المجاور، وهربت به إلى القاهرة، وأدخلته المدرسة الخديوية في درب الجماميز، وعملت لدى أسرة الصملوطي لتستطيع أن تنفق على تعليمه. تفوق علي في دراسته، واستطاع دخول مدرسة الطب عام 1897، وتخرج منها عام 1901. بعد 15 عام من تخرج علي إبراهيم عطا من كلية الطب، مرض السلطان حسين كامل واحتار الأطباء في مرضه، حتى اقترح عالم البيولوجي الدكتور عثمان غالب على السلطان اسم الدكتور علي إبراهيم، فاستطاع علاجه وأجرى له جراحة خطيرة وناجحة، فعينه السلطان جراحا استشاريا للحضرة العليا السلطانية وطبيبا خاصا للسلطان، ومنحه رتبة البكوية. في عام 1922 منحه الملك فؤاد الأول رتبة البشوية. في عام 1929 تم انتخاب الدكتور علي باشا إبراهيم أول عميد مصري لكلية الطب بجامعة فؤاد الأول، ثم أصبح بعدها رئيسا للجامعة. وفي عام 1940 تم تعيينه وزيرا للصحة. وفي نفس العام أسس علي باشا إبراهيم نقابة الأطباء، وأصبح نقيب الأطباء الأول في تاريخها، وأصبح أيضاً عضو في البرلمان المصري. ومن مؤلفات الدكتور علي باشا إبراهيم عطا المتعددة الثقافة العلمية وأثرها في الصحة العامة والتعليم الطبي في مصر في العهد الحديث. والدة الدكتور علي باشا إبراهيم عطا هي فلاحة أمية مطلقة، ساندت ابنها حتى أصبح أول عميد مصري لكلية الطب جامعة فؤاد الأول، ثم أصبح بعدها رئيس للجامعة، ثم تم تعيينه وزير للصحة، ثم أنشأ نقابة الأطباء المصرية، وأصبح أول نقيب للأطباء في مصر. صلاح المجتمعات يبدأ من الأم. سلامي إلى كل أم هي مدرسة للحياة، ورحمة الله على أمي وكل الأمهات.